بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشكلة عندنا في ماكينات زيروكس اللي هو مشكلة اللي هو حشر الورق. يعني لما ورقة تنحشر في المكنة ايه اللي بيحصل؟ هنبص على الشاشة دلوقتي، المكنة بتشاور لي على المكان اللي فيه الورقة فين. يبقى انا هنروح عند الباي باص وهنفتح الباب اللي موجود. انا هنروح على الباي باص ونفتح الباب. اللي حصل، ادي الورقة موجودة فين؟ الورقة هنا. هنبدأ نسحب الورقة دي بالراحة كده، وبعد كده هنقفل الباب بالراحة تاني. بعد ما شلت الورقة اللي عند الباي باص، ادي المكنة بتشاور لي فين؟ بتشاور لي على الاماكن اللي لسه فاضل فيها ورق تاني محشور تاني. اهو بتقول لي افتح الباب. هنبدأ نفتح الباب وهنشوف الورقة محشورة فين. ادي فتحنا الباب بتاع المكنة. الورق موجود فين؟ موجود باين هنا. هنبدأ نعمل ايه؟ ادي عندي هنا في اللي هي الاجزاء دهي، حتى موجود عليها سهم. هنبدأ نلفف مثلا دي في اتجاه السهم، او نحرك من ده. اهي الورقة بدأت تتحرك معايا. بعد الورقة ما تطلع هنبدأ نعمل ايه فيها؟ هنبدأ نسحب الورقة من تحت كده. هذا الورق اللي كان محشور ده. بتبقى طبعا ورق مش مظبوط، ورق الورق مرتب ولا غيره، فممكن المكنة تكون شادة ورقة او اتنين مع بعض. يبقى ده كان عندي، ده اول جزء ممكن من هنا. وممكن نفتح ده اهو برضو نتأكد ان في ورق هنا ولا مفيش، ونقفل ده بالراحة تاني كده ونحرك دي. ما جابتش نتيجة هنبدأ نحرك ده اهي، وممكن نوسع لنفس من هنا. الجزء ده انا لو وسعته ممكن نشد الورقة من هنا بدي كده، نتأكد من اهو ان مفيش ورق هنا. نبدأ نفتح ده بالراحة كده، نبص فين؟ تحت هنا كده. في ورقة هنا لسه تحت. هنبدأ نحرك الورقة دي من هنا كده. الورقة بدأت تبان. نحرك ده كده، هنبدأ نحرك الورقة من هنا. طبعا هي كده دلوقتي داخلة في السخان، السخانة. طبعا ديت وحدة السخان وديت وحدة الدراع. نبدأ الورقة هنا سلكتها من هنا، لكن هي لسه في داخل منها جزء في السخان، فنبدأ نوسع لنفس من هنا كده. دي لما نوسعها بنوسع المسافة بين الرولين بتوع السخان، ونبدأ نسحب الورقة بالراحة عشان ما تنقطعش. ونبدأ نسحب الورقة بالراحة كده عشان بس ما فيش أي أجزاء تتقطع مني وتخش في أي جزء جوه وتخلق لي مشكلة. بعد ما سحبت الجزء بتاع الورقة هنقفل الجزء بتاع السخان ده، والجزء دي اللي هو أسفل الدرام ده كده. طبعا المكنة بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها ماس، فانا لازم نكون فيها جزء كرتونة ولا غيره نكون واقف عليها، اما نكون لابس حذاء بلاستيك ولا غيره عشان ما يحصلش ماس في دي. يبقى الجزء ده رفعت الفك. نتأكد برضو من الجزء ده هو ان مفيش ورق في الجزء ده كده، ونقفله مكانه تاني بالراحة. ونقفل طبعا الأجزاء اللي أنا فتحتها كلها، سواء كان ده هو
او الجزء دي او الجزء بتاع السخان. يبقى انا دلوقتي اماكن الحشر كانت عندي كانت باينه كلها، وحتى المكنه هي المكنه بتشاور لي لو لسه فاضل ورق برضو تاني، المكنه هتشاور لي ان فيه ورق لسه في المكنه ولا مفيش. بعد ما خلصت هنبدأ نقفل ايه الباب بتاعه. بعد ما قفلت الباب هنبدأ نبص على الشاشة بتاعة المكنة، هنشوفها بتشاور لي على أي جزء تاني ولا لا. ما شاورتش يبقى خلاص إن شاء الله كده إيه، ما فضلش أي ورق في المكنة. الحمد لله المكنة طبعا أهي بدأت إيه، بدأت تشتغل تاني أهي. يبقى كده نتأكدت إن مفيش ورق موجود داخل المكنة. بموضوعنا كان موضوع بسيط عن حشر الورق في ماكينات زيروكس وأماكن الحشر، وإزاي نطلع الورق دي من الأماكن المخصصة ليه. نتمنى الموضوع يكون أفاد حضراتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو سبسكرايب. طيب بعد الضغط على اشتراك ما تنساش نضغط على الجرس و نعلمناه ونعمل حفظ عشان يصلك جديد القناة، ثم الضغط على إعجاب أو لايك، ثم مشاركة الموضوع أو شير، وجزاكم الله خيرا.